هاي الأرض إن شاء الله مباركة لأنها أرض الحجد والرباط، والجميع يعلم أن الضغوط التي يمر فيها هذا الوطن كبيرة ومعروف ما هو السبب، وهناك مؤامرة على هذا الوطن وعلى هذا الشعب. وأنا أقول أن هذا القانون بعض الإخوان مع رده وبعض الإخوان مع تحويل اللجنة الاقتصادية. أقول نحن أصحاب الولاية، المجلس الكريم هو صاحب الولاية في مناقشة هذا القانون وإجراء التعديلات عليه إن كان في هناك بعض الشرائح التي مظلومة في هذا القانون. لكن أن نقول أن رد هذا القانون، أنا مش مع رد هذا القانون، لأنه حقيقة إذا ردينا هذا القانون مثل ما تحدث الزميل مازن القاضي هناك في بعض الأمور التي تحاك على هذا الوطن، والجميع يعلم أنه كل هذا من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهناك ضغط من صندوق النقد الدولي ومن أمريكا ومن بعض الأصدقاء. لكن أنا أقول أن علينا أن ندرس هذا القانون ونحيله إلى اللجنة الاقتصادية، وأنا مع تحويله إلى اللجنة الاقتصادية، هي صاحبة الولاية وصاحبة الاختصاص بموجب النظام الداخلي. وأقول نحن في مجلس النواب احنا أصحاب ولاية وأصحاب سيادة، ولا ننصاع لصندوق النقد الدولي أو غير النقد الدولي. وشكرا سعادة الرئيس، والله يعطيك العافية.